أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: أنا امرأة مطلقة ولدي حفيظة نفوس خاصة بي، والآن يطلبون من النساء وخاصة أمثالي إلزاما أن يستخرجن بطاقة ولن يتعاملوا معنا بغيرها، مع أنني لا أريدها لوجود الصورة، فماذا أفعل؟ لا تفعلين البطاقة التي فيها صورة، لا تفعلي هذا، إن هذا معصية لله ولرسوله، فيه محاذير، لا تفعلي هذا الشيء، واتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد، ولم يكلك الله إلى هذه الحالة والمعصية. نعم.